أسعد الله وأوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقاتنا على المشاهد تيفي. حلقة اليوم حلقة سياسية بامتياز، والمضحك المبكي فيها أن 13 وزيرا في حكومة العثماني بدون صلاحيات. يشتغل 13 وزير في حكومة سعد الدين العثماني بأجور خيالية بدون مراسيم تحدد عملهم بدقة، على بعد سنة واحدة من انتهاء ولاية هذه الحكومة، مما أدى حسب جريدة الصباح إلى نشوب حرب اختصاصات بين بعض الوزراء ارتفعت حدتها جراء هيكلة السلطة التنفيذية بعد التعديل الحكومي الأخير، مما ساهم في مراكمة المهام وإثقال كاهل الوزراء. الأنكى في الخبر أنه من بين هؤلاء الوزراء 13 رجالا ونساء أنهم حضروا ملتقيات دولية صرفت عليها يعني مبالغ طائلة بالملايين دون جدوى، ومنهم من يعيد خطابات وزراء سابقين مع تحيين معطيات رقمية. المضحك المبكي في الخبر أن هؤلاء الوزراء أصبحوا ثقيلا مثل جبل ثقال على حكومة العثماني. الأمر الثاني أنهم يستنزفون ميزانية الدولة وأموال الشعب من دافعي الضرائب. الأمر الثالث أنهم جالسون دون شغل ولا مشغلة، بل يبددون الأموال العامة فقط في السفريات والتنقل والإقامة العامة وما إلى ذلك، وكذلك في الفنادق والإقامات الفخمة. الأمر الرابع بزاف هادشي، والله يدينا في الضوء. نأتي على نهاية هذه الحلقة، كان معكم عبد الثورة، إلى لقاء متجدد، دمتم في رعاية الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.